الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والرسل. صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. يا لمسة وكفح ماك يا رسول الله. يا لمسة وكفح ماك يا حبيب الله. جود عليا برضاك ويا حبيب الله. جود عليا برضاك ويا حبيب الله. يا لمسة وكف حماك ويا رسول
رسول الله. أبلغ سلامي، أبلغ سلامي للحبيب محمد يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا ابن عبد الله. مقامك محمود وأنت محمد، مقامك محمود وأنت محمد، ورب العلى المحمود، ورب العلى المحمود سماك أحمدا. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا حبيب الله، اللهم صل عليك يا حبيب الله، اللهم صل عليك يا شفيعنا ويا حبيبنا يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تحية كبيرة للناس اللي كيتابعوني، وكنتمنى إن شاء الله هالفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأطيب الساعات، وعواشركم مبروكة، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله. للي كيتابعوني داخل المغرب ولا خارج المغرب، المنشدة عزيزة السطاتية، تحية كبيرة، تحية كبيرة لكم، ونتمنى إن شاء الله يا ربي الفيديو المقبل إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي، وسنة سعيدة، سنة هجرية لجميع أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومنسوش اخواتي في اي فيديو راه كندير دعاء الناس اللي هما يا اللي هما يا مرض، يا ربي تشافيهم يا ربي، الله يشافيهم الشفاء ديالو العاجل، والله يجلس ربي يشافيهم ويعافيهم ويقعد الوساد ديالهم ويخفف عليهم منزل، لان الالم ديالهم ما كيحس به الا الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله الالم ديالهم كيحس بهم الا الله سبحانه. كنتمنوا لهم الشفاء يا ربي، كنتمنوا لهم الشفاء يا رحمن يا كريم، يا رحمن يا كريم، يا رحمن يا كريم. والناس اللي ماتوا يا ربي، وهاد العواشر هادي يا ربي، هاد العشر يا رب المحببه والمعظمه عند الله سبحانه وتعالى والعظيمه عند الله سبحانه وتعالى، يا ربي هاد العواشر هادي يا ربي ترحمهم بالرحمه الواسعه ديالهم، يا ربي ترحمهم وتوسع عليهم ضيقة القبور، والله يجعل يا ربي هاد الذكر اللي انا ذكرته دابا، الله يجعلوا لهم نور في القبور ديالهم، الله يجعلوا لهم نور في القبور ديالهم. قولي اختي امين، قولي اختي امين. يا ربي يا ربي البنيه ديالي هذه، هذه البنيه ديالي هذه، انا كنفتخر بها تبارك الله، كنفتخر بها يا ربي بنيتي، الله يسهل عليها يا ربي، تعاونها الله يسر امورها ليها ولوليدات الكاملين والبنيات كاملين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وما نطولش عليكم، والسلام عليكم. تحيه كبيره من مرشده عزيزه السطاتيه.